اي عظمه في جسم الانسان معرض ان يحصل لها كسر، وكلمه كسر يعني فراكشر، وممكن العظمه يحصل لها كسر باكتر من طريقه مختلفه. علشان كده في انواع للكسر، واحنا النهارده هنتكلم عن اشهر انواع الكسور في العظم. عندنا اول نوع وابسط نوع اسمه كلوزد او سيمبل فراكشر، الكسر المغلق او الكسر البسيط. واللي بيحصل في الكسر ده هو انه العظمه بتتكسر عادي من غير ما يحصل اي اختراق للجلد، بيفضل الجلد زي ما هو، فالكسر بيحصل تحت الجلد. والنوع التاني اسمه اوبن او كومباوند فراكشر، اوبن او كومباوند فراكشر، الكسر المفتوح. وفي النوع ده بيحصل ان اي طرف من اطراف العظم المكسور بيخترق الجلد زي ما احنا شايفين كده. النوع التالت اسمه جرين ستيك فراكشر، كسر العود او العصاية الخضراء. والكسر ده مشهور جدا في الاطفال، لانه الاطفال العظم فيها بيبقى عامل زي العود الاخضر، فلما نكسر مثلا عود اخضر كده بنلاحظ ان هو ايه جنب واحد منه الكسر زي ما احنا شايفين كده. النوع الرابع اسمه كومينيتد فراكشر، يعني الكسر المفتت، وزي ما احنا شايفين كده بيحصل تفتيت للعظم، والكسر ده من اصعب انواع الكسور. الكسر الاخير اسمه امباكتد فراكشر، واللي بيحصل في الكسر ده هو ان طرف العظم المكسورة اي طرف من الاثنين بيتداخل بيدخل جوه الطرف الثاني، فبيبقى اسمه امباكتد فراكشر. وبعد كده هنتكلم عن طريقة التئام الكسور، الكسر لما بيحصل ازاي بيحصل عملية الالتئام. بعد ما العظم اللي انكسر بينزف بتبدأ عملية التئام الكسر، وبعد مرور عدة ساعات الدم بيتجمع في منطقة الكسر ويكون تجمعات دموية، وبتبدأ خلايا في منطقة الكسر اسمها أوستيوكلاستس تتخلص من أنسجة العظم الميتة، بينما خلايا تانية اسمها فايبروبلاستس بتخترق منطقة الكسر وتكون وتبني أجسام جديدة اسمها فايبروكارتريجينيوس كيلس، فبتعمل زي جسر كده أو كوبري على طرفي العظم المكسور. وبعد مرور عدة أسابيع الأوستيوكلاستس بتحول الفايبروكارتريجينيوس كيلس إلى عظم عادي، ومع الاستمرار في إعادة البناء والتثبيت الميكانيكي للعظم زي الجبس أو الجبيرة، العظم بيرجع لنفس شكله وقوته والتكوين الداخلي اللي هو التكوين الأصلي للعظم. والكلام ده بيحصل بعد مرور شهور أو سنين على حسب نوع الكسر.